بعض الأغذية تزود نمو الشعر في السيدات والرجالة. أغذية. يعني تناول نسب دهون مشبعة بهرمونات اللي بيدوها للحيوانات. وكلمة هرمونات تعطى للحيوانات عادة اللي هي كانت حبوب منع الحمل وما زالوا مش عارف بيستعملوها ولا لأ. لأنها رخيصة ومدعمة. اللي هو الاستروجين. بالظبط كده. فيدوا الاستروجين للدجاج اللي هو الفراخ. عشان تكبر بسرعة. ويدوها حقن او كده بيدوها للبقر والجاموس. واحنا عارفين ان الاستروجين والكلام ده بيتخزن تحت في الطبقه الدهنيه تحت الجلد. الطبقه الدهنيه. فالاكل منه كتير ولا سيما المنسد فود اللي هو الاكل المهروس على شكل الهمبرجر على شكل مش عارف ايه على شكل الكلام ده كله واحنا ناخد نحش. بالظبط ومحدش دارين بالدنيا. اكتر من كده ان ساعات في المذبح او ما غيره بيروح جايب السقط بتاع الجاموسه او العجل يعني. الصقر ده مش بيقعد هو يبص عليه زي ما انت بتقعد عندكم في البيت وتنظفه وتعمله. ده بياخده كده يروح اغسله شويه ميه وخش يا جدع على المفرمه. في مليان غدد. يعني الجاموسه دي فيها كميه هرمونات تكفي مثلا حوالي 50 راجل. فالجاموسه دي فيها استروجين وفيها تستوستيرون والعجل ومش عارف ايه والكلام ده. بس كله يميل الى النسويه ويهرسه ويطلع على شكل كفته على شكل مصنعات لحوم برجر مصنعات لحوم المفروم الكلام ده. احنا للاسف عمليه طهي المفروم لا تاخذ حقها. يعني كلها شاوي وبتاع ما يلحقش قلبه وقومه زي ما بيقول. الهرمون ده ما يلحقش يكسر. فبالتالي بيتاثر على يتفاعل بقى مع الجسم. دخل هرمون في السيده اسمه استروجين ما كويس يتحول لتستوستيرون يجيب لي خد للراجل بقى يفضل زي ما هو استروجين ينيل له الدنيا يخليه ما عندوش كفاءه جنسيه ما يشوفش انتصاب ما فيش الكلام ده كله. وخبر حضرتك الى جانب بعض الادويه اللي حضرتك تفضلت قلتها في